وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب المختص بالشأن الفلسطيني تيسير سليمان. مرحبا بك سيد تيسير. بداية، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة لليوم 66، بماذا يمكن أن نفسر غياب أي بادرة حقيقية لوقف هذا القتال؟ بالبداية تحية لك ولجمهورنا الكريم. الحقيقة هي عدم وجود بادرة لسبب واحد، أن الاحتلال الإسرائيلي رفع من سقفه ولم يستطع أن يحقق شيء من سقف. تكلم بالبداية عن تغيير الحكم في قطاع غزة، وبعد ذلك تكلم على تفكيك حركة حماس، وبعد ذلك تكلم عن تجريد الجناح العسكري لحركة حماس من الأسلحة والصواريخ والمعتاد، والآن يضع سقف له وهو الفوز على حركة حماس، وهذا لا يمكن قياسه. والأمر الآخر هو إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة. وباعتقادي أن هذه جميعها لم يستطع أن يحققها الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة تدعم عبر النقد بالأمم المتحدة وتدعم عبر الأسلحة والتسليحات. باعتقادي هذه الجزئيات لا يمكن أن تتحقق لا ميدانيا ولا سياسيا، والميدان هو الشاهد على ذلك. الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي أعلن عن 1000 من إصاباته داخل المستشفيات، خلال أسبوع واحد رفع الرقم إلى 5000 إصابة، وهذا يعزز أن ما يعادل 20% منهم تحت الخطر الشديد أو الموت السريري. نحن نتكلم هنا عن ما يقارب 1000 من جنوده، وهذا الأمر يدفع الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يجد المشهد ولا الصورة ولا البطولة التي يجسد من خلالها انتصارا له. وعليه الأمريكان يعرفون أن استثمارهم بالاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة يجب أن يتجسد بشكل من أشكال انتصارا عسكريا أو سياسيا أو اتفاق أو قرارا أمميا، وهذا لم يتوفر. نعم. حتى الآن. لكن سيد تيسير، يعني سيكون ذلك حتى بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن حول وقف الحرب، بمعنى لن يكون هنالك أي جهود دولية أو إقليمية فرصة للتوصل إلى هدنة جديدة؟ نعم، الهدنة طرحتها المقاومة بكل بساطة ووضوح، أن أرادت الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الجنود المعتقلين في قطاع غزة وهم من العسكريين والمجندين الإسرائيليين، عليه أن يوقف عمليات إطلاق النار التي تشمل الأطفال والمدنيين، المدارس والمخابز والكنائس والمستشفيات، ويذهب إلى صفقة التبادل. صفقة التبادل لها قالبين معينين، إما أن تكون هذه الصفقة تحت مسمى جزئية أو كلية، وأنا باعتقادي المقاومة الفلسطينية بما قدمته من تضحية وبطولات هي سوف تقدم أيضا حالة من نجاح في عملية التفاوض. نحن الآن لدينا في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9000 أسير فلسطيني، منهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، والمقاومة تسعى إلى أن يكون هذلك جزء من حالة الانتصار الفلسطيني في الإفراج عن الأسرى، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر لا يستطيع أن يتكلم كما كان قبل 7 أكتوبر، عندما كان يقال أنه القوة الأضخم بالمنطقة والقوة الأكثر تقنية وعسكرية، الجهاز الأكثر استخباراتا، الرادارات التي تستطيع أن تكشف وتعرف كل شيء. تبين ب 7 أكتوبر أن ذلك ليس حقيقيا وأن المقاومة استطاعت تدميره. لذلك نحن أمام مشهدين قادمين إن شاء الله، أولا فوز المقاومة وانتصارها عبر ما تفعله ميدانيا، لا يوجد جيش يستطيع أن يتحمل أكثر من 20 مجنزرة مدمرة يوميا، وهذا ما تفعله المقاومة في قطاع غزة. الأمر الآخر وهو الجبهة الداخلية، اليوم فقط تم استهداف وسط مناطق المحتلة في منطقة تل أبيب وغرب القدس والمناطق العسكرية. نعم. في منطقة الوسط برشقة صاروخية بعد أكثر من 62 يوم ما زالت المقاومة تستهدف هذه الضربات بهذا المقدرة. نعم، لكن سيد تيسير، ماذا عن الوضع الإنساني اليوم الذي يزداد صعوبة ولربما بدأ يخرج عن السيطرة؟ نعم، الوضع الإنساني، الاحتلال الإسرائيلي عندما فشل ميدانيا في 7 من أكتوبر وفشل بعد ذلك في مواجهة المقاومة ورشقات المقاومة، بدأ يستخدم أسلوبه القذر الذي هو بالعادة يستخدم كل جيش لا يستطيع أن يحقق هدفا ميدانيا، مثل ما استخدمه في بيروت عام 82، مثل ما استخدم الأمريكان طائرات في القصف في أفغانستان والعراق والصومال، يقومون بهذه المعادلة الآن بضرب المباني والسكان وضرب المباني المدنية. المسألة واضحة وهي
هناك مقاومة تواجه جنود عساكر ونفذت عمليات مماثلة وبطولية، وهناك جيش إسرائيلي استخدم طائرات ودبابات وهذا ما تهدد به سيد تيسير إسرائيل من الناحية العسكرية بالقول بأنها يعني ستقضي على حماس نهائيا، ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟ وهل هو لربما سيناريو تفترضه إسرائيل يمكن أن فعلا تقوم به؟ السيناريو الذي تقوم به واضح، هو السيناريو ما تفعله طائراتها ودباباتها من قصف المدنيين والمدارس والأطفال. أما على الميدان كلنا نرى، انظري أي صورة أخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواجهة بين قوات المقاومة وبين جنوده، نجد أنها وهم حقيقة. بالمقابل ما تخرجه وتوثقه كتائب القسام والمقاومة من صور وقصف الدبابات واشتعال الدبابات، ليس فقط ضربها، وحالة الجنود الذي يتم مراقبته وبعد ذلك قصفهم، وما نسمع من أن طائرات النقل للجنود قامت ب 632 حملة، أي بمعدل 5 جنود. نحن نتكلم عن آلاف الجنود الذين تم تحميلهم. هذا الفرق بين ما تفعله المقاومة من مواجهة مباشرة مع الجنود وبين ما تفعله طائرات الاحتلال والمدفعية. ضرب أكثر من 100,000 قذيفة بمحيط قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، وضرب أكثر من 50,000 طن من المتفجرات في محيط قطاع غزة. هذا الفرق بين جيش لا يوجد له أي معايير إلا قتل الناس، وبين مقاومة ميزتها أن تستهدف العسكر بشكل جيد. نعم، كنت معنا عبر السكايب المختص بالشأن الفلسطيني تيسير سليمان، شكرا جزيلا لك.